يقول الأخ: الفرح بما حصل لدماج وكتاب، هل يعد ذلك من النفاق؟ والله الفرح بالمصيبة تحصل للمسلم والاستياء من الخير الذي يحصل للمسلم، هذه صفة من صفات المنافق. قال الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال الله عز وجل: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فالإنسان لا يفرح بالمصيبة تحصل على المسلم ولا يستاء بالخير الذي يصيب المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالمؤمن يحب لأخيه المسلم المؤمن ما يحصل له من الخير كما يحبه لنفسه، ويستاء إذا حصل لأخيه سوء. ونحن سواء كنا في كتاب أو في دمات ما قمنا إلا بعبادة أمرنا الله بها، وهي عبادة الجهاد في سبيل الله. دفعنا عن ديننا وأعراضنا وأنفسنا ومراكزنا وبذلنا الذي في وسعنا حتى حصل ما حصل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. جاء في الحديث: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. حتى أدى الأمر إلى ما تعلمون من الخروج، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة أخرج منها، وهي أحب البقاع إلى الله. وشأن أعداء الرسل إخراج أتباع الرسل. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والله أغير على دينه وعلى دعوته، ولا يزال الخير قائما ولله الحمد. دروس قائمة، مساجد السنة عامرة بالدروس وبالدعوة، وأيضا الدعاة إلى الله، والمشايخ يجوبون البلاد ويعلمون الناس ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحسب استطاعته. ونسأل الله عز وجل أن يمكن الحق وأهله، أن يمكن للحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ من أصله.